हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, कैसे हो आप? मैं आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। लेट्स स्टार्ट करते हैं फिर स्पाइडरमैन। देख लो, मैं आज खाने जा रहा हूँ, लेट्स प्ले स्पाइडरमैन। लाइक शेयर करते रहना। मेरी वॉइस थोड़ी सी ठीक नहीं है। स्पाइडरमैन खेलेंगे आज। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन लेट्स प्ले मैन, मजा आएगा। वैसे कल भी स्टार्ट करा था मैंने, कल मैं सोच रहा था क्या कैसे क्या क्या होता है। जितने हो सके और जुड़ो। अब देखते हैं, पहली बार खेल रहा हूँ मैं स्पाइडरमैन। चलो फिर, हमने जहाँ से कल छोड़ा था आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। बीट अच्छी है इसकी, ऐसे कुछ है। اكيد ما عرفنيش. بيتصل من على التطبيق. سبايدر مان معاك. اهلا، نسيت اقول لك كان في عمليه اقتحام امبارح قريبه في ساحه روكسون. مجموعه اسمها المجتمع السري قفشتهم، موجودين في المحطه بتاعتي الصبح. المجتمع السري، تعرف اي حاجه عنهم؟ هم شايفين نفسهم مافيا صغيرين، موجودين من فترة، بس دلوقتي عندهم زعيم جديد اسمه تينجر. تينجر، شكرا على المساعدة. طيب انت بتكلم سبايدر مان كتير؟ تطلب مساعدة يعني وكده؟ ما كانش في وسيلة تواصل قبل التطبيق ده، بس انا شفتك على الاخبار امبارح بتخلص على راين، لقيتك الشخص المناسب. حلو. طيب انت بقالك كتير شغال في المترو؟ لا، بدأت الشغلانة دي من سنة بعد ما أخويا. عامة كنت بحاول أعمل شوية تغييرات ولقيت الشغلانة دي هتبقى بداية حلوة، بس لما قطر يعطل وأنا شغال ده مش لطيف. تمام، لما نصلحها ممكن تقول للرئيس بتاعك إنك بادرت واستخدمت تطبيق سبايدر مان الودود. أعمل كده، أتمنى لك الحظ مع المستشار. ادي المستشعرات، في اسلاك كتير جدا هنا، اكيد بتشوش على الاشاره. الكابلات دي اخرها فين؟ ها
همشي ورا الكابلات اللي جايه من المستشفى. لازم ادخل جوه الكوخ. هجرب الباب الأمامي. اهلا بك انت. في حاجه بتشوش على محولات الاشاره. التقنيه دي غريبه، بكره هعمل كده. بس المستشعرات اشتغلت، عملت ايه؟ شفت شغلي مع الشخص المخرب؟ هما شكلهم كده سابوا شوية من حاجاتهم. ثانية، هبقى اتصل بيك بعدين. اوه، هعمل بيها متتبعات الهولوجرام بتاعة بيت. التقنية دي ترددها اللاسلكي مميز، أنا هقدر أتعقبه. واضح جدا إنها في المدينة كلها. وقت تجربة متتبعات الهولوجرام. هنبطل نفاجئ بعض ولا ايه؟ Yeah.
تمام. يا ريت الاطارات تشتغل تاني، لازم اسال عمي ايرون. مو ليست ميك يا جماعه. اوكي اف هولد ان. ايوه اهلا استاذ ديفيس، ايه الاخبار؟ عندي اشاره بس مفيش اي قطر على السكه، اكيد في حاجه اخر الساحه. المجتمع السري خربوا مستشعراتك. بيتهيألي روكسون عمرها ما استخدمت المترو لنقل نيوبورت. روكسون؟ نظام المترو معمول عشان ينقل الناس مش البضايع، بس الخط ده اتحدث لما ساحه روكسون دخلت فيه. يعني بيستخدموها في الخباسة. سوري هفضل ورا الموضوع. طيب انت جبت سيرتك، فين بقيت عيلتك؟ بقالي فتره ما قابلتهمش، كان لازم اعمل شويه تغييرات لاني اشتغل الشغلانه دي، بس وحشني وتحديدا ابن اخويا، كنا بندمج المزيكا سوا. ممكن تقدر تشوفه تاني، قصدي تشوف عيلتك. اتمنى فعلا. ايوه لازم اروح احارب المجتمع السري. سلام. स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन चढ़ रहा है बिल्डिंग के ऊपर. المجتمع السري بيخربوا كل حاجة، هوقفهم من غير دوشة. شغلها بسرعة دينكلر، عايزنا نخرج ونخرج بسرعة. الحاجة دي بتاخد وقت. خلصت عليه. اوكي اوه هاي صحاب جيتو خربي. ما تبصش وقت تجربة القناع المساعد. حلو اقدر امشي وراها. عندي نظرية، بتحاولوا تقطعوا شحنة النيوبورت. هو أنا قربت؟ بس تهزمنا كلنا وأنت لوحدك. Oh,
خدها انت. مفيش تاني، ودلوقتي هروح ارجع القطورات على السكه، وحده التحكم في المكتب. تنكر عمي قال لي هو ده الزعيم بتاعهم. مش مصدق، دول دمروا كل حاجة. دلوقتي هروح أرجع الإطارات على السكة بإيدي أو بالشبك. هستخدم القرص الدوار ده. ألف القرص الدوار واسحب العربيات بالشبك، أكيد هنجح. لازم أحرك القطر على القرص الدوار وبعد كده أشوف الباقيين. نجحت، قربت خلاص. واو تمام كده كويس، نشوف الباقي بقى. المجتمع السري بيدوروا على شحنات النيو فورم وبعدين يعطلوا المترو. ممكن يكونوا بيحاولوا يمنعوا النيو فورم ان يوصل للبلد ولا ايه؟ لازم احرك قطر تاني زي الاول. غالبا اللي متعامد على السكة هيبقى كويس. صح كده. اوكي مره كمان. العم إيرون بيتكلم بجد إنه عايز يرجع واحد من العيلة، لازم أكلمه بصفة مايلز. بابا عمره ما اتكلم عن اللي حصل بينهم، أكيد كان الموضوع كبير. لازم الاقي طريقة انزله.
عاش يا مايلز، استمر. لو عرفت انزل القطر واثبت الرافعه على الشبك هيبقى جاهز. رجعت القطر على السكة، دلوقتي محتاجة طاقة. بوظوا وحدات التحكم هنا كمان، بس المولد سليم. تمام،
هستخدمه عشان امد الكهرباء للقطارات. تقريبا الشبك بيوصل كهرباء. شغالية محطة نيويورك. أيوة يا أستاذ ديفيس، في أي جديد عندك؟ الدنيا شغالة تمام. شاطر يا ولد. مبسوط بمساعدتك. لو حصل حاجة تانية اكتب ملحوظة بالتفصيل. لحظة واحدة، معايا حاجة ليك هنا، هي بسيطة بس عشاني؟ دي أقل حاجة ممكن أعملها عشان الشخص اللي أنقذ وظيفتي. حلو حلو، دلوقتي هرجع بقى. وانا شغال. هي دي اهم حاجة في سبايدر مان. لو احتاجتني اتصل بيا. بيني وبينك قرارات بس تمام. طبعا يا صاحبي. وشكرا على الهدية. تحفة. استحيل اهل. ام جي محتاجاني. لازم امشي. سلام. بقول لك ايه؟ حوار انك صلحت محطة المترو سمعت قوي على التطبيق. عندك طلبات كتيرة قوي. يعني مثلا. في من محل تيو. الراجل ده تحفة. لازم اشوف الحوار ده دلوقتي. المدينة معتمدة عليا. احنا تقريبا التطبيق رقم واحد في المدينة دلوقتي. ابقى بص عليه لما تخلص موضوعك مع عمك. هو لسه ما يعرفش ان انت صح؟ كذا مرة كنت هتكشف بس لحقت نفسي. هشوف التطبيق لما اخلص. سلام. لازم ارجع لفين لما اخلص من مساعدة عمي. اهلا سيد ديفيس، خلاص قربت.
سبايدر مان لازم تنجز. المجتمع السري هنا بيحطوا قنابل على السكه. قنابل بجد؟ ما عجبهمش انك بتصلح الحاجات. هوصل هناك في اسرع وقت. خلي بالك وما تخرجش بره. بكده اتمنى الشبكين تمام. مفيش قنابل نروح نخلص من الرجالة. مش عايز سرق اللي هيغلبني. أكتر على السكك العلوية. لازم أخلص منها. النهارده تهاجم القط ليه؟ عشان توقف النيو فور؟ عشان تسرقه؟ نجحت يا ولد. القطر رجع اشتغل والمجتمع السري انتهى. شاطر قوي. ارفع راسك يا سبايدر كيد. القطر الجاي هيوصل خلال 5 دقايق. فرجوا من سيادتكم الرجوع لورا. المجتمع السري علمه.
انت كويس سيد ديفيس؟ ايوه شكرا ليك. اوه اتفضل. اشتراك مترو لمدة سنة واحدة. شكرا. انا قلت الاسم صح؟ عرفت. آه، تمام انا همشي. ثواني يا مايت، انا شكيت لما شفت الاخبار امبارح، شفت الحركات اللي عملتها. يانكي قال التطبيق على اخره، المدينة اكيد محتاجة سبايدر مان، لازم اعمل دورية. في حد محتاج مساعدة انه يلاقي عربية؟ مش مصدق انهم لقوا ركنة في منهاتن. شكرا عشان بتساعد الحي بتاعي. شكل المحل بتاع تيو اتسرق، اتمنى ساعد. سبايدر مان كنت اهلا. انا هنا هو. ايه مش انت القط بتاعي مسميه على اسم سبايدر مان الحقيقي؟ في حيوانات اقتحموا المكان وخدوا سبايدر مان كمان. دي حاجة عرفت راحوا فين؟ هدفهم محطة الكهرباء الفرعية على بعد مبنيين. هلاقيهم وهلاقي القط اكيد، مش هتضر بحاجة. سبايدر مان أرجوك تكون موجود. يستحسن أكلم جانكي لما أوصل هناك. ليه ممكن يروحوا محطة الطاقة؟ القطر اللي جاي هيوصل بعد 8 دقايق، أرجو من زيادة. هدخل من هنا. جانكي محتاجك، في ناس سرقوا محل تي وراحوا لأقرب محطة طاقة. غريبة، أنا مركز معاك، شايفك عن طريق البث المباشر. دول بيضربوا نار على المحولات. تمام، احنا محتاجين. وانا شكل كهربائي، اضرب نار وقطع الاسلاك وخلص. ما كنتش مستني اوامر يا صاحبي. متأكد انك هتفصل عن المادة كله؟ طبعا متأكد. لو دمرنا اكتر قطة زي دي قبل كده؟ ده عشان شغلك بيخلص بسرعة. انما ده مين ده؟ شكلهم هاديين جدا. هم شباب عليهم. سبايدر مان هنا. تيو فين سبايدر مان؟ فين سبايدر مان؟ التعيين بيقول ان احنا ما انكشفناش. لا بقى، الشغلانة دي ملهاش لازمة خالص. انتوا بتكرهوا انوار الكريسماس ولا حاجة؟ وري ما تعرفوش تخليكوا في الجرائم العادية زي ولا يهمك. انت حصيلة المحطة دي وصلت 64%.
أعتقد إنك ممكن تلاقي دعم. حلوة الفكرة دي بخصوص أنظمة الدعم. أنت شاطر في حوارات الأبطال الخارقين. لا أنا متفرج عادي. لازم ألاقي القط بتاع تيو. سبايدر مان، ثانية ثانية. سبايدر مان تحت فتحة الأسانسير. أثبتها في مكانها. أنا جاي لك يا سبايدر مان، استناني. سبايدر مان لحظة. آه. أعتقد إني عارف الناس دي عايزة إيه. في بنك في الحي ده، مفيش كهربا يبقى مفيش حماية. يعني لو صلحنا الكهربا هنمنع عملية سرقة البنك؟ هنوقف الجريمة قبل ما تحصل. في عالم فيه شخصين بس يقدروا يعرفوا المستقبل، هم بس اللي يقدروا يوقفوها. أيوة لازم نركز. ليه الريس عايزنا نستقر هنا بالذات؟ بص بره، هارلم بقت فوضى دلوقتي. الريس بيلقط الفرصه وهي طايره. اشتغلت الشغلانه دي ديريك؟ كنت عارف. سيبوهولي. ابعد يا سبايدر. هجيبك على الارض. شكلهم قابضين من حد. عندك فكره مين؟ ايه؟ تمام، الانتاج صفر. هتصرف. هشغل كشافات الطوارئ. تمام، تقدر ترجع الكهرباء لو شحنت باقي الأجهزة الاحتياطية. حاضر. بيحتاجوا كام بلطجي عشان يبوظوا محطة الطاقة؟ جبت كشافات الطوارئ؟ فاكرك جبتها؟ لا، تلاقي حد من عمال المحطة. ركز. الكهرباء قطعة، ليه هنقطع الأسلاك؟ عشان نتأكد إن كل ده تمام. عايز تكروت الراجل ده؟ لا، فكرة. عاملين إيه؟ مين زعيمكم؟ حد عرفه؟ لا بجد، مين خطط لسرقة البنك؟ الموضوع مش هيخلص على خير ليك. أنا لازم ألاقي أنظمة الدعم.
لازم اتحرك والاقي المولد الاساسي، اتمنى اقدر اصلحه. دول عمالين يتكلموا عن الزعيم بتاعهم، عندك فكره هو مين؟ بقولك ايه، ناس كتير عايزه تسرق البنوك، الموضوع يستاهل المحاوله. هاي سكينه الكهرباء الرئيسيه، اخلص من الرجاله دول وبعدين ابقى. هنخلص عليك. مش هتعدي مني بالسهل. يلا حاول تقوم. افحص سكينة الكهرباء. مش كويس، الدايرة ما فيهاش كهرباء، محتاج مولد. Need a generator, okay. يلا بينا. المولد شغال بس ما اعتقدش انه متوصل. الاتصال كويس واخيرا. تعال يا قطبوط ما تخافش. سبايدر مان مش هتاخده. هو انت ما تعرفش ان مواضعتنا دي تبقى قلة ذوق؟ وريني اللي عندك. هوريك اللعب يا سبايدر مان. انا قول لي مين خطط لسرقة البنك واديني القطة وانا هسيبك، اتفقنا؟ وش يخرج؟ وريني اخلقه. انت اللي اخترت ده. سيبوهولي.
رجعت بإيدي. واو ابعدوا. سبايدر مان تاتي. خليك تدفع الثمن. كسرت لك راسك. انا اسف. يلا نخرج يا سبايدر مان. بقول لك رجعت الكهرباء ومنعت سرقة البنك وانقذت سبايدر مان القطر. كله في خلال يوم. انا هنزل كلام عن الناس دي والزعيم بتاعهم على تطبيق سبايدي الودود. ممكن تعرف معلومات عن اللي احنا بنتعامل معاه. هتصل بيك بعدين. كله تمام. قربنا قربنا. مش عايزين اي حد يحرسنا في الشمال. هايل. ارفع راسك يا سبايدر. يا تايو عندي مفاجأة ليك. فعلا؟ ايه هي؟ سبايدر مان. انت كنت في مغامرة. بابا كان خايف عليك. ايوه انت خوفت بابا. ايوه انت خوفته. لا بقول لك تعرف حرامية القط شغالين لمين؟ أنا مشغول في كام حوار كده يمكن يكون ليهم علاقة ببعض. عمليات سرقة محلات تجارية في هارلم وفي حاجة بتحصل في فيست الشمالي. هكتب على التطبيق أول ما أعرف معلومات أكتر. تمام شكرا يا صاحبي. مين قط جميل؟ مايلز هنتقابل النهاردة؟ ما ردتش عليا لسه. أوه أيوه آسف كنت مشغول في حواراتي بس أنا فاضي دلوقتي. نتقابل فين؟ حلو شارع 78 ويستن. شارع 78 عند مركز العلوم. اشمعنى؟ هتشوف ما تتأخرش. انت مش هتبعد. شارع 78 ويستن لازم اعرف هي قصدها ايه. لازم اوصل. وقت تحسين السيلفي. خدت الصورة. مش ممكن. مش حاضر اتكلم. انت ممتاز يا سبايدي. مستعد يا سبايدر مان. ايه اللي بيحصل في الفيس؟ شفت الكل بيعمل ملاجئ برضه. سبايدر مان اعياد سعيده. انا عمري ما كانت الحروب بتضايقني لكن 3 في شهر 1 دي الموضوع. يلا خد وضع الصوره. اهلا منور. هو دسمس بجد من اسعد الاوقات. هو انت فعلا مشيت وانا في نص تمام. شكرا على النصيحه. اوه ماما كنت عاوز اسالك سؤال. بما انك عارفه كل حاجه بتحصل في هارلم دلوقتي سمعتي عن المجتمع السري؟ ايوه كانوا بيدمروا املاك راكسا وغالبا بيجندوا ولاد من المنطقه. ليه؟ هو ما حدش ورطك في الفوضى دي صح؟ لا العم ايرون حكالي عنهم. ايوه
أنا قابلته صدفة عند محطة المترو اللي جنب بيتنا. تعرفي إنه شغال هناك؟ لا، عارف إني مش عاوزاك تختلط بيه. بس أنتي وبابا عمركم ما عرفتوني ليه مش مسموح لي أشوفه بعد كده. هو كان متعود يجي بيتنا دايماً. الموضوع ده أنا اللي يشرحولي. اديني ثانية واحدة. أسفة يا حبيبي، لسه بنجهز. كله تمام، انقذي العالم يا ماما بصوت ورا التاني. قلتلك إنك ابني المفضل. المنافسة صعبة. بحبك. سلام. احنا في امان، تقدر تفتح الباب. واضح اني في امان. شكرا يا صاحبي بجد. عمركم سمعتوا قصة ما قدرتوش تشيلوها من دماغكم أبداً؟ ممكن مشهد من فيلم،
أو عنوان قريته من جريدة حد ماسكها، أو تفاصيل معاد غرامي سيء لواحد من صحابكم. طيب بالنسبة لي أنا، القصة دي هي قصة المجتمع السري. مين هما؟ بيعملوا إيه؟ اللي يغيظ بجد هو إن السؤال بسيط جدا، بس مستحيل نلاقي له إجابة. هما بيسرقوا ويأذوا ويخطفوا ويتحرشوا، بيدمروا عائلات الأعمال والجرائم، وما بيفرقوش بينهم. عندهم مستوى متقدم من التكنولوجيا وبيحقدوا على الكل. أنا هكمل في البحث عن حقيقتهم، ولو عندكم نصيحة ابعتوها. نتقابل تاني، ما ترموش رواسب القهوة في الزبالة، وإلا هتسد المصارف بتاعتكم. هتسدها سدة وحشة قوي. تمام، باي. اهلا يا بطيء، فوق هنا. مخرج الطوارئ متدمر تماما، خلي بالك منه. بتهزروا؟ انتم لازم تفتكروا الرمز ده، أنا مش معاكم على طول. هنفتكر. أيوة حلو. دلوقتي هنحط إيه جوا الجهاز؟ ها؟ كبسولة زمنية، أنا ومايز اللي عارفينها. عاش، صح كده، كده سر وفي بير. يا ريك، هتقبل وظيفة روكسون ولا لأ؟ ليه؟ هتاخدها لو أنا لأ؟ ممكن، مستني العرض. تمام، بتنافسني ها؟ ماشي، وظيفة كبيرة فعلا، عايزيني المسؤول عن طاقتهم الآمنة، وانتو عارفيني مصدر طاقة آمن هينقذ العالم. بحب الناس المصحصحة. روكسون، لو افتكرنا مليون دولار. روكسون، ثواني. فاكر الرمز صح؟ التخرج من الإعدادية حلو ووحش. فين راحت مدرسة ميد تاون؟ وأنا رحت بروكلين فيجنز، قلنا هنفضل نتواصل. ياه، مبسوط إني شفت فين. لازم ألاقي باقي الكبسولات الزمنية اللي خبناها. مش دلوقتي، لازم أروح عشان المسيرة بتاعت ماما. فرصة أستخدم اشتراك الركوب بالحدود ده. تسلسل فيبوناتشي كويس. حو، اهلا يا
ازيك محب ايه ده؟ حاولوا يسكتوني، حاولوا يقتلوني. التخرج من الإعدادية أهلاً يا بطيء، فوق هنا. مخرج الطوارئ متدمر تماماً، خلي بالك منه. عشان كده كنت عايزة أننا نتقابل هنا بالذات. أنت طولت، أنا كنت همشي على فكرة. ساعدني، دي محشورة. الكبسولة الزمنية اتبهدلت معانا. أنت فاكر كلمة السر؟ أيوه، كانت ثانية، كانت تسلسل في بناء. ومعنا أول متصلة مباشرة، وبتحتفل معنا في برنامج الحطائط فقط، ومع جاي جونا جيمسون. عيد سعيد يا جونا. رأيك إيه تطوير راكسون الجديد في حي هارلم؟ كويس للشغل ولا هيدمر المشاريع الصغيرة؟ أنا سعيد بالسؤال ده من المتصل. طبعاً ساحة راكسون بتعبر عن الإبداع الأمريكي في أحسن حالات. الطاقة النظيفة عشان نرضي محيط الطبيعة، التكنولوجيا الجديدة المبتكرة في وول ستريت،
ووظائف للسكان. بصوا احنا واجهنا مأساة مرعبة بسبب أزمة ديفلز بريث اللي حصل من سنة. خدنا وقت عشان نبني المزيج، لكن روكسون خدت الموقف. استثمرت ملايين عشان تبني مبنى متطور في حي. خلينا نكون صادقين، هو ما كانش تحفة قوي، لكن من وجهة نظري ساحة روكسون هدية العيد لسكان هارلم والكل مدينة نيويورك. أنا مقدر خوف بعض الناس من التغيير، لكنها حاجة كويسة. خدوها من جاي جونا جيمسون. جاريت مش تلك معالق سكر ولا معلقتين. 40 سنة ولا بشرب معلقتين. ما تعملش كده تاني. عن هجوم ضد مدني ناحيتك. بتهزروا؟ انتم لازم تفتكروا الرمز ده، انا مش معاكم على طول. هنفتكر. ايوه حلو. دلوقتي هنحط ايه جوه الجهاز؟ ها، كبسوله زمنيه، انا ومايز اللي عارفينها. عاش، صح كده. كده سر وفي بير. يا ريك، هتقبل وظيفه روكسون ولا لا؟ ليه هتاخدها لو انا لا؟ ممكن، مستني العرض. تمام، بتنافسني ها؟ ماشي، وظيفة كبيرة. تسلسل فيبوناتشي. كويس، جايزتنا. قصدي محول الطاقة بتاعنا كان التخرج من الإعدادية حلو ووحش. فين راحت مدرسة ميد تاون؟ وأنا رحت بروكلين فيجنز. التليفون تمام، كارت المترو تمام، معاك المفتاح؟ ايوه معايا. يلا هنتأخر. هي بص، انا هاملة بدلتك دي بالتل. وانت لسه ببدلتك؟ احتياطي بس. ده هيبقى تمام. تعرف هو ده الجزء المفضل ليا في العيشة هنا في هارلم. مهرجانات في الشارع وافضل اكل في المدينة واهم تحفة. ايوه لطيف جدا. انا مش قادره، انا مش عايزه اسمع.
التوفيق يا موراليس. شكرا تاني. بص روكسون، عايزين يفضلوا مراقبين الاوضاع دايما. ها دي حقيقه. مساء الخير يا جيراني. انتوا احنا عندنا مشكله. اهدوا اهدوا، مفيش هروب. استعدوا، محتاجينك، هساعد مامتك. ها مسكتك، يلا بينا. وقفتكم في محطة المترو وهكررها. مايك، وصلنا البيت. نادية هتوصل مامتك المستشفى. هي كويسة؟ اتعورت في ايديها لما وقعت، بس ما تقلقش، احنا هناخد بالنا منها. وانت ايه النظام؟ ايه اخبارك مع المجتمع السري؟ الهجوم ده مش منطقي، فاكرهم عايزين النيو كورن، بس مفيش حاجة هنا. لازم اعرف خطوة تنكرر اللي جاية. انا بدخل على البيانات بتاعتك، هساعدك على قد ما اقدر. فكره حلوه. كانكي، شكرا انك ساعدت ماما. العفو يا صاحبي. اوقفكوا انتوا واستحقكوا اللي بتنور. مصابة. طب ولو حاجة حصلت لك وانا مش موجود؟ حبيبي ده مش زي اللي حصل. احنا بخير، خليك في الامان، مفهوم؟ هرجع قريب وهخليك تمضيلي على الكتير. تمام يا ماما، هشوفك في البيت. احبك. مايلز، انا لسه شايف اللي حصل في التجمع مع مامتك. انت تمام؟ فينك؟ انا رايح لجسر بريث ويت، في انفجار. تمام، بس لو روكسون ظهرت اهرب. اتفقنا؟ هيدوروا على حد يرموا اللوم عليه على كل الليلة دي، ومش التنكرر بس. تمام، هاخد بالي. الانفجار كان مخيف، لازم اتحرك. أو تمويه. يلا 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 يلا. بلاش نضرب بعض بالنار.
حاجة تانية. دمروه وشيلوا كل حاجة. بتعمل ايه؟ لا هيشوشها. انزل. اشغلوها. مايلز انا شفت الانفجار. انت كويس؟ انا كويس بس انت شفت التينكرر. هي فين؟ لا مش ممكن. شفتها النهارده. لو بس كنت جمعت الدنيا مع بعضها. ايه مش غلطتك يا صاحبي؟ انا اتصدت اني شفتها. ما كنتش واخد بالي. كان لازم اخد بالي. الكوبري هيقع. انا لازم اوقف ده. الناس محبوسة هناك. لازم انجز عشان اساعد الناس دي. Yeah.
شكرا يا خبر. الناس دي محبوسة. جاتلي فكرة. امسك امسك امسك. محتاج حاجة يعدلوا عليها. أنا أقدر أوقفه. شوية كمان بس. شوية كمان. أنا اللي خليتها تنفجر. الكل في أمان بعد ما بدأت الانفجارات على الجسم. احنا شفنا سبايدر مان التاني، هنعمل ايه؟ هو في ايه؟ ما عنديش فكرة. علم. لا لا، أنا مش عدوكم. بتعمل ايه؟ ده انقذنا. سيبه في حاله. أنا هصور ده. ايه؟ شيل الموبايل ده حالا. قلت لك شيل الموبايل حالا. حالا. ابعد ايدك عنه. امشي حالا، ده اخر تحذير. انا انقذتهم. هو في ايه؟ هو راح فين؟ يا خبر. نزل. هما زقوه؟ ايه اللي حصل؟ بالنسبة لأن روكسون هنا عشاننا، كانوا هيضربوني بالنار، دول ما سمعونيش حتى. هو أنت كويس؟ مش عارف. هنا النهاردة عشان سايمون كريجر يتناقش بخصوص تدمير جسر بريثويت. أنا عايز أشجع سبايدر مان الجديد، بس اللي بتسموها إيه؟ الكهرباء الحيوية. تحب تفطر؟ كلفتنا ممتلكات روكسون وكمان دمرت الجسر بتاعنا. ده كلام فارغ، مش ده اللي حصل خالص. فين هي التينكرر؟ هي اللي سرقت النيو فورم، مش عارف ليه. وانفجار الجسر غلطتي. لا مش غلطتك. انا هروح مقر الحملة، قولولي محتاجين حاجة من برا اجيب لكم معايا حلويات. انا افتكرتك مش هتكملي. وهوقف ليه؟ هكافح عشان وطني وانا قد كلامي. كنتي هتموتي. عيلتي مش بتستسلم، ما انت عارف. ماما هاتلنا معاكي حاجة حلوة لو ينفع. تمام.
تمام جدا. وانا بطل خارق افتكرت اني هقدر اعمل اي حاجة سبايدر مان بيقدر يعملها. كل مرة تقول سبايدر مان بيبقى قصدك على التاني. انت سبايدر مان، انت تقدر تصلح بطريقتك. التطبيقات المشهورة من كلمة. كل المحلات ما فيهاش معدنات، كان لازم أبدأ أشتري حاجات بدري. مايلز، وصلت لك أخيراً. أهلاً بيت، إيه اللي بيحصل؟ شفت الأخبار، بس كانت بلوكس القرية، يعني إما إن برج انفجر أو في مخبوزات بتتحرق، والاثنين مالهمش أي معنى الحقيقة. أنا بشوف رحلات الطيران، ممكن أرجع بكرة بالليل. لا، ما تعملش كده، مش مشكلة. أنا عرفت مين المسؤول وأنا هوقفه، أوعدك بكده. تمام، أنا واثق فيك، بس لو عايز مساعدة هجيلك في أول طيارة، ولو لأ هشوفك كمان كام أسبوع. تمام؟ تمام، شكرا، وبالتوفيق وأنت بتتعلم السمكاري. إيه اللغة دي؟ فيها سبع معاني الحمام. بطل رغي وتحرك. اهلا يا سبايدر كيد، شكلك حلو. انا همشي اتكلم على ابني. ايه ده؟ انا اسف. ازيك يا سبايدر مان؟ عيد سعيد، او ايا كان اللي بتحبها. الدنيا عاملة ايه؟ ايه ده؟ انت؟ يا خبر؟ تمام يا ريس، الخطة. عيلة فين عندهم محل تصليح في وسط البلد، كانت بتعمل كل اشغالها هناك، وحظي تكون لسه هناك. مش هيكون اسهل لو اتصلت بيها كلمته؟ ما اعتقدش يا صاحبي، لما شفتها على الجسر ما عرفتش مين الشخص ده. انا محتاج فعلا اعرف هي ليه بتعمل كل ده. تمام يا صاحبي، اعمل الصح وبقى بلغني اول باول.
हेलो भाई जो अच्छा किधर से मिला है फ्री है क्या लगता है भाई खरीदा है थोड़ी बात कर रहा है क्या तू यूट्यूबर बन रहा है तो खरीदेगा नहीं क्या भाई पैसा भूखा है रे पैसा चलो अब मैं यहाँ इस सबसे ऊंची बिल्डिंग यही होगी ना ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो ये लग रही है मुझे अब मैं इसमें से जंप करूंगा अरे भैया सबसे ऊंची पे आ गया क्या अरे भैया मेरे को खुद डर लग रहा है डर लग रहा है खली बैली यार हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़वा दो मैक भैया बहुत अमीर हो गए अरे अमीर क्या हो गए भैया अब मोनिटाइज आपका चैनल होने वाला है और हमसे अमीर कह रहे हो आप कर सकती है रफ मदीने इन फिगरात गाने वाले सुन और उधर बनार في وقت الزحمه انا مش مصدق ان ما حدش مات بس مش هنبقى محظوظين كده كل مره تخيلوا لو الهجوم ده حصل وقت اللي بيسموها عاصفة القرن اللي أخبار الساعة 5 ما بتبطلش كلام عنها من كارثة لفوضى في لحظة إحنا ممكن نلوم ناس كتير ومنهم مجرمين المجتمع السري لكن لازم أدي وجبي وأوضح إن هجوم المجتمع السري كان مجرد سرقة لعربية مصفحة لغاية ما المساعد المزعج بتاع سبايدر مان حاول يتعامل مع الموقف بنفسه وإيه اللي حصل بعد كده؟ بوظ الموقف زيادة الولد الجديد ده عاوز يبقى سبايدر مان هو ابتدى يعمل زيه بالظبط وبما إننا جبنا السيرة دي حتى نلاحظ إننا ما بنشوفش سبايدر مان الأصلي بقالنا فترة بتهيألي أنا عارف ليه زي الأب اللي بيعمل نفسه ما يعرفش الطفل اللي تسبب في فوضى في السوبر ماركت بس إحنا عارفين إن من تابع إنه في مصر إحنا عارفين चलो हो गया बंद गाइस जैसे लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो करना तो बताना हमारे मैक को देख के चल जाते हैं ये लाइव करते हैं आप जाके उनके चैनल को देखो ऑफ कर दिया हाँ कर दिया मैंने ऑफ कर दिया अरे पहले ऑन करा था मुझे पता आइडिया नहीं था इसके बारे में करना क्या है तो मैं ट्राई करके देख रहा था जब से वो नहीं पड़ा है फिर मैंने इसको छेड़ा नहीं कुछ माइल्स احتجاز رهينه جنبك चलो अब देखते कोई मिशन है سبب الهربانين من رهف एक मिनट आठ आठ के मिशन है मैंने कर दिया 10 क्राइम वाले चाहिए मुझे हां हां ठीक है انت خايف من كده चलो भैया कूद चल चल ये सेवे बंदा
شفت شوية مجرمين هربانين ورهاين، لازم انقذهم. لابسين بدل السجن؟ في حاجة تقلق أكتر من كده؟ لازم سايح. أنت سايح؟ اتشطر على حد قدك أو قدي أنا. أيوة، أنت كنت وحشني يا سبايدي، دلوقتي هدمرك أكيد. مش جامد قوي. محدش هيدخلني السجن تاني. في المكان الغلط. خسرنا واحد. كنت هسيب المدينة بعد ما هربت من العربية. مرمور تايم دو چکے ہیں ٹائم والے سارے اوپن ہو چکے ہیں ایک ہی میں نے کم کرا دوبارہ سواء فيست محبوس في العربية لازم اروح فعلا احلى اجازة في صفقة اسلحة بتتم ممكن تركزوا Spider-Man. Yeah, Spider-Man. شكلها صفقة أسلحة مشبوهة. الموضوع كان هيبقى أسهل بمكالمة. ما بعملش مكالمات تليفون من ساعة ما أدل سرقت. ده شافنا. اقتلوه. ليه ما بقاش حاجة ظريفة؟ زي الاستيكرات أو البيتزا. دي نهايتك يا سبايدر مان. تدريب الرماية. وادي صفقة أسلحة ثانية هو بوسطها. بجد أنا هايل. لازم أتحرك. لو الشرطة جت مش هستحمل أسمع محاضرة تانية عن ماستر رول. स्पीच के करते चार ये भी कम करते सारी कम करेंगे क्योंकि अपनी वॉइस ज़्यादा चाहिए मेरे को हेलो हेलो अब सही है बॉडी बैलेंस सही है लेट्स गो गेम साउंड कम देखो ये النهاردة هنتكلم بجد شوية. لو كنت من اللي اتصابوا بسبب هجوم المجتمع السريع على سلاح جوكسون بصورة جسدية أو نفسية أرجوك اطلب المساعدة في أي ما بالوسائل Let's go بيا بيا مجھے جرا میرے گھر تک پہنچا دینا انا برتب فضيحة للمجتمع السري ومحتاج کیا ہوں یار میں تو لو في اي معلومات ممكن تشاركوها عشان تساعدني في تسليط الضوء على مجموعة میرا جالا ختم ہو گیا رے بابا مجھے جالا دلاؤ کوئی اب صحیح ہے
وفتكر ان الصحه الصحيه مهمه زي صحه جسمك. مع السلامه. अरे भैया चलाओ ना, क्या हो गया? ग्रीन लाइट हो तो गई। हाँ भैया चलो चलो, मुझे मेरे घर तक छोड़ो ज़रा। फोर्टनाइट कब खेलेगा? फोर्टनाइट भाई मैंने डिलीट कर दिया है। अरे रखा हुआ था, कुछ खेल नहीं रहा था, मैंने तो डिलीट कर दिया मैं। भैया मुझे घर तक छोड़ते हैं पहले तो। अब डांस कर क्या हो? बटल रगियोत हरा। आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ, सबसे मिलूँगा, रुक जा। आया, सबसे मिल के जाऊँगा, दिक्कत मत लो। चलो ओके लेट्स गो। कहाँ जाना है? 1000 मीटर पर। ये फैंसी इतने हैं ना, यूट्यूब पे नहीं है बैठे यार, तो है क्योंकि स्पाइडरमैन हूँ मैं, इसीलिए। अबे भाई खेल लेंगे, क्या हो गया यार, वो भी खेल लेंगे। आज तो मैं इंजर्ड पड़ा हूँ। मैं आज खेलने गया था, इंजर्ड हो गया वहाँ पे जाके, तो मैंने लाइव स्ट्रीम कर ली क्योंकि मैं, ये क्या है, ये बॉक्स से मेरे को समझ में नहीं आते बॉक्स क्या है। वो बॉक्स के पास जाना है, ये रहा यहीं कहीं एक बॉक्स। भाई भाई बस इतनी पावर थोड़ी ना खट करवानी थी मेरे को। मैं हाँ ये बड़े उतर रहे थे, ग्रेविटी गैजेट पुल ऑफ करना था मुझे, कोई नहीं कर लेंगे। अभी चलते हैं दूसरे मिशन पे। नाउ लेट्स गो गाइस, सब्सक्राइब करो जल्दी से मेरा चैनल, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब कर दो यार। मैं ना मैं यूट्यूब से कह दूँगा कि सब्सक्राइब नहीं करते कोई मेरे चैनल। मेंटेनेंस रिपेयर, रिपेयरिंग शॉप में क्या करने आया हूँ मैं? حاجه حزينه انه يبقى كده، لازم الاقي طريقه ادخل بيها، مش عايز حد يشوفني. يا ريت الاقي شباك مفتوح. يلا بينا. اهلا، المكان ده مطرب، محدش دخله من فتره. यहाँ क्या सर्च करने आया हूँ मैं? वो भी किताबें पढ़ने आया? ये टाइम है किताब पढ़ने? चल ठीक है तू, चल ठीक है तू, मिशन कर भाई। कर ही रहा हूँ, क्या करूँ, बस थोड़ी देर में लाइव स्ट्रीम बंद करूँगा। बोर्ड डैम से खेल रहा, कितना हो गया, 2 घंटे होने वाले होंगे।
हाँ थोड़ा काम अब करना है, पहले स्ट्रीम बंद करनी पड़ेगी। ओके गाइस, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करके जाते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका धन्यवाद। आपके 10,000 बच्चे हो जाए वो सब दुआ मिलेगी आपको, जल्दी जल्दी कर दो, शेयर कर दो अपने अपने। ओके यहाँ जाके كتب جامعة امباير ستيت بتاعت ريك، بيدرس بالليل عشان يشتغل في المحل الصبح، كان هايل جدا. ايك سبسكرايب كر دو. حد ساب الانوار شغاله ढूंढने क्या आया हूँ मैं, हाँ मेरे को ये नहीं समझ। अच्छा ये आए पढ़ने आए क्या, एग्जाम। ओके بطاقة تبع رخصم باسم إيلاستيك. ये लड़की है, अच्छा ये देखा है मैंने, क्या है वैसे 30 रुपये कहाँ से आए मेरे पास, उसके बच्चों में थोड़ी टूपीज। इज अ डिसेंट मैच फॉर द यू बट दैट मे बी इज फॉर यू। कोई ना, लेट्स गो रोटेट। अब दूसरा देखते हैं क्या चीज अच्छा है। लाइक ठोक के शेयर कर दो भैया, जा इसलिए मैं गेम खेल रहा हूँ। अच्छा ये इंजेक्शन है पावर बढ़ाने का, लगा ले एक बार। अरे पावर बढ़ाने का इंजेक्शन है, चल पुट डाउन कर, चल तेरे काम किसी बच्चा है तो भी। स्पाइडरमैन 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 ओके, वॉइस ज़्यादा हो चुकी है मेरी गाइस, वॉइस ज़्यादा है, मेरे व्यूअर कम हो गए। मजाक कर रहा था यार, आ जाओ नहीं करो मत, सब्सक्राइब करो देख लो बस तुम। काहे मत करो भैया, तो कराइब मत करो तुम, कान आलमना खास आ जाओ। क्या कहाँ जाना है मेरे को, करना क्या है ज़मीन। अच्छा यहाँ पे कुछ आ गया, अरे दीवार वीवार में कुछ लग रहा है मुझे, इशू इशू सा। बाजो भाई साहब सीक्रेट जगह, भाई साहब गाइस सीक्रेट जगह है। अच्छा ये मास्क है फ्लिप, फिलिप। अच्छा कुछ नहीं है, मैं पहनूंगा इस मास्क को गाइस, मैं डेली लाइव स्ट्रीम करूंगा इसकी, और मुझे रिस्पांस अच्छा मिला तो कंप्लीट करेंगे इस गेम को हम साथ में मिलके। आप देखना मैं खेलता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा डाउनलोड कैसे करते हैं अगर आप मेरे साथ मिलते हैं। हामिल तहमील इख्तिबारी मुस्तफरी आयानीन वक्रीगर مش معترف ان النيو فورم السبب هي تو اسكي دوست انا شايف مي بي جو اي تي. اسمح لي احنا مستعدين، لازم نستعد، بدأوا يبنوا في هارلم النهاردة وقبل الميعاد المحدد. ابي تو ميليتيش كي لاست ميشن بين لاست 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 ميشن بين معايير السلامة، مش هسمح لهم يفسدوا شغلي كده يا فن. تمام، اولا هنشيل المفاعل وبعدين نمسح البيانات، متأكد انهم مش هيقدروا يصنعوا. फास्ट कैसे है, बस स्किल्स कौन सी नहीं आई है। अच्छा اهلا ازيكم كلكم، منو تاني؟ لا طالما هندمر المخزن الاحتياطي في جيرسي كمان، بس هما من غيري مش هيعرفوا النيو فورم بيشتغل ازاي، المشروع هيبقى في الباي باي. هبدأ تسجيل، لو حاجة حصلت الفيديو هينزل على طول على البيوجل. ممتاز، مستعدة ننقذ نيويورك؟ جاهزة. في فيديو يا
هي مش ممكن. I know who's Peter Parker. اكيد الموبايل I will to the world. سينماتيك اتنا ہے نا اس میں دماغ خراب ہے. گیم سے زیادہ تو مووی بنا کے بیٹھا رکھا ہے. اليوم مش هيضيع على الفاضي. اوعدك ريك. كانوا بيحاولوا انهم يقفلوا مشروع النيو فورم بس في حاجه غلط. اخر موقع متحدد لموبايلها لو قدرت تتبعه. يلا يلا اختفي اختفي. يلا وهنا come on fine let's go. ما سيبوهوش. اختفى. هو يقدر سيد تقريبا كده هتجيلهم الكوابيس بعد ما اختفوا. لو استنيت ان القناصين يهدوا شويه اقدر اخلص عليهم من فوق. ممكن يكلم لنا يا اخي. خدوا بالكم شكلي شغلت هنا مش واخد بالي. انا اكلت معجل. قدرت ان الاقي موبايل فين ممكن افهم اللي حصل لريك وهي ليه بقت التاني. اللاب لا بتاع نيكا بقول ليه بقت كوتش من مني اپ بتا نہیں کیا کون سی لینگویج پہ دے میرے کو اس کو چینج کرنی پڑے گی. ایک منٹ رک جاؤ یار. سیٹنگز میں جا کے آڈیو سیٹنگ انگلش کرنی پڑے گی. اگر انگلش مونو لسننگ موڈ ہوم تھیٹر ٹھیک ہے. انگلش آف سیٹ. Apply and restart. अगर ये दोबारा मिशन करना पड़ा तो मैं कर लूंगा. मैच रीस्टार्ट करके तो वायरस सीन खराब हो जाएगा पूरा. चलो भाई साहब. ओके बैक टू दैट कंप्यूटर. ओके यस गाइस मैंने इंग्लिश में कर दिया. आप आती है मजा आ गया. Maybe I can understand what happened. Up to you, yeah. Or Arabic, but I Arabic, but I don't know. Arabic, but I don't know which Arabic it was. Now, skip it. Okay. Okay. New suit. And Chicago. Fill him in. Hey, did you find anything in Finn's shop? Now. Yeah. I know why she's doing all this. Something happened to her brother. Something bad. Oh, man. Rick was working at Roxxon.
चलो गाइस अब करते हैं इसको एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. तो इसी बात पे ठोक दो ताली, ठोक दो लाल बटन. चलो ये पेपर एंड करते हैं एक बार घुमा के और ये वाली देखते हैं. चलो.